الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. فالله تعالى بين لنا ان هذه هبه ورحمه من الله جل وعلا، هم يقسمون رحمه ربهم. لذلك يقول الله جل وعلا مبينا بجلاء في كتابه ان هذه النبوه هي منا ومحض فضل الله جل وعلا، عندما قال الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، وقال عن يوسف عليه السلام وكذلك يهتديك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. فالنبوه هبه من الله جل وعلا، فشرف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بان اصطفاه على الناس. كذلك قال الله جل وعلا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هو اجتباء واصطفاء. ايضا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. المساله محض منا وفضل من الله جل وعلا، وان كانت محض منا وفضل فهي عن علم وحكمه، فالله اعلم حيث يجعل رسالته سبحانه جل وعلا، والذي يضع الشيء في موضعه. وقد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتما لهذه هؤلاء الرسل ورحمة لهذه البشرية. الشرف الأول له من ألوان الشرف أن الله جل وعلا قد أحسن إلى محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه على الناس ووهبه هذه المنزلة العظيمة، منزلة النبوة والرسالة. فإن الله جل وعلا خلق الخلق وميز بينهم وفاوت بين الدرجات، فأرقى الناس وأسمى الناس وأعلى الناس مكانة ورفعة عند الله جل وعلا هم الأنبياء والرسل، وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا أولو العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم هؤلاء الرسل مكانة عند ربنا جل وعلا كما سنبين. لا سيما أنه قد أظهر فضله على الجميع، بأن الله تعالى قد اصطفى النبي السلام أن يؤم هؤلاء الأنبياء، أحيا له الأنبياء جميعا عند المعجزة البهيرة عند الإسراء، عندما قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأحيا الله له الملائكة فاصطفوا جميعا صفا واحدا فصلى بهم إماما وقدمه عليهم بأبي هو وأمه. أيضا قد بين الله تعالى أنه شرفه بهذه الوظيفة العظمى، يعني كان رسولا نبيا، ما كان نبيا فقط ولكن رسولا نبيا، لأن النبي يمكن أن يخالف الرسول بأنه يتعبد بما أوحي إليه ولا يبلغ، هذا على الراجح الصحيح عند قول الجمهور، وإلا فقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول. قال الجمهور النبي هو من أوحي إليه بوحي يتعبد به لله جل في علاه ولا يؤمر بالتبليغ، إن فعل فهذا خير، والرسول هو الذي يؤمر بوحي أو يوحى إليه بوحي يتعبد به ويبلغه للناس. وهذا كما قلنا هذه أرقى المنازل في العلم، لأن أيضا مرتبة العلماء على مرتبتين، من أرقى المراتب الناس مرتبة العلماء، لكنهم أيضا العلماء على مرتبتين، مرتبة يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعبد على بصيرة لله جل في علاه، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه المرتبة الأولى من مراتب العلماء، أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعبد على بصيرة، لأن من عبد الله على جهل فإنه يفسد أكثر ممن يصلح. والمرتبة الثانية التي أرقى وأسمى وهي التي يحبها الله جل في علاه هي مرتبة التعليم، هو أن يرفع الجهل عن نفسه فيتعلم ويتعبد على بصيرة ثم يعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. وهذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه، قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء منهم. وأن قول النبي جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل سألوا حينا؟ جاهل، إنما شفاء العلم السؤال الغرض. المقصود بأن الأنبياء مراتب، النبي الذي يتعبد لله جل في علاه بما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا النبي عند الجمهور، والرسول هو الذي أمر بالعبادة وأيضا بالتبليغ. وبعض المحققين من أهل الأصول العقائد قالوا لا، نحن نقول بأن النبي والرسول يشتركان ويفترقان، يتفقان ويفترقان، يتفقان بالوحي فيوحى إليهم بما يتعبدون به إلى الله جل في علاه، لكن الرسول يوحى إليه بوحي جديد، والنبي يوحى إليه بوحي أوحي به إلى
نبي سابق يتعبد ويبلغ، لأنهم قالوا بأن الله جل وعلا قد بين أن البلاغ أيضا للأنبياء، وقد بلغ يوسف وقد بلغ شعيب، وهو سماهم بأنهم من الأنبياء، وأن يوسف نبي صديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحق أننا نقول ما من نبي وسماه الله في الكتاب أنه نبي إلا هو رسول. فلا نستغرب هنا أن آية تأتي على أن النبي تصريح بأن النبي يبلغ، مثل الأنبياء، تبليغ الأنبياء في آية على أن لا يبلغون. صلاة صعبة. لا لا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك مشيئة ولا أمين. جميل أن يكون رسالة الله. قال هذه الآية قبلها. فما أرسلنا من نبي إلى لسان قومه ليبين ليبين لهم. والتبيين تبيين فوق البلاغ، صح ولا لا شيخ؟ التبيين ها؟ على نفس المنوال، على نفس المنوال. فما أرسلنا من إلا بلسان قومه ليبين لهم. والتبيين مرتبة فوق إيه؟ فوق مرتبة البلاغ. التبيين مرتبة فوق مرتبة البلاغ. فهذه دلالة على أن النبي يبلغ، هذا على ما يتبناه. هو كلام قوي جدا لولا أننا نأخذ منه بسهولة ويسر كما سنبين. نعم. وما سورة إبراهيم. وما من رسول. وكما أرسلنا من نبي في الأول ما أتيهم بالنبي إلا كانوا به يستهزئون. وما أرسلنا من رسول إلا بالنبي. لا نعم هات هات الآية. وما أتيهم بالنبي إلا كما أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا قال هذه الدلالة على الرسالة، وهذا لنا مش لها من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم هو ما أتاهم إلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. الحق أن الخروج من هذا الباب هذه كما قلنا من الأدلة القوية التي يتمسكون بها، بأن النبي يبلغ كما أن الرسول يبلغ وله البيان وله البلاغ. قال علماؤنا بأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. أي آية جاءت على نبي يبلغ إذن هو نبي إيش؟ رسول. والدلالة على ذلك تصريح قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال رسلا قد قصصناهم عليك. وين قصصهم الله جل وعلا عليه؟ في الكتاب. يبقى ما من نبي يذكر في الكتاب إلا وهو رسول. خرجنا من هذا. يبقى إذن يبقى لنا وتسلم لنا الأدلة في أننا نقول كل نبي يوحى إليه يتعبد ولم يؤمر بالتبليغ، لأن البلاغ قد قال فيه الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكل نبي في الكتاب فهو مبلغ عن الله جل في علاه أنه رسول. وقد أمر الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالبشارة والإنذار، وهذا لازم أن يبعث الله على رسولا رحيما بالأمة بأسرها. قلت المسألة على قولين. القول الأول أنهم قالوا بأن النبي هو من أوحي إليه بوحي لرسول قبله وأمر بالتعبد به والتبليغ. وأما جمهور العلماء قالوا الفارق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بوحي يتعبد ويبلغ ويعلم، وأما النبي يتعبد فقط ولم يؤمر بالتبليغ. فقالوا عندنا أنبياء ذكروا في الكتاب كيوسف كشعيب كغيرهم من الأنبياء وقد بلغوا الرسل وقد أمروا بالتبليغ. قلنا الخروج من هذا بأنه ما من نبي ذكر في الكتاب إلا وهو رسول. والدلالة قول الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. هو علم الرسل الذين ذكرهم الله. أين ذكرهم الله؟ يبقى إذن كل ما من ذكره الله تعالى في الكتاب فهو رسول. فهو رسول. وأيضا يمكن أن نلزمهم بلازم أن نقول الآن نحن باتفاق على أن آدم نبي، صحيح ولا لا؟ ممكن نقول لا هو نبي رسول، صحيح ولا لا؟ لأننا قلنا بقولهم أنه نبي نقول لهم أين الرسول الذي جاء بشرعة أخذها منه أوحى إلى آدم به ومات؟ يبقى هو نبي ورسول لأنه رسول إلى أولاده.
صحيح ولا لا؟ فإذا كل نبي رسول وكل رسول نبي ولد عكس. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد أرسل الله تعالى برسالة بشيرا ونذيرا، وهذا نوع من ألوان الشرف لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه جعل رسولا فوق درجة النبوة. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كما أرسل به الغرض. المقصود أن الله جل في علاه شرف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من الأنبياء ومن المرسلين، وقد اصطفاه الله جل في علاه بذلك على العالمين، وقد فضله على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى اصطفاه من خير البشر واصطفاه من خير القبائل واصطفاه من خير بيوتات الناس، وأن الله جل وعلا جعله خير الناس نسبا وشرفا وكرما وخلقا وعلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا بعثني من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيدنا أحمد أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله جل وعلا خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتات فجعلني في خير بيوت الناس أو جعلني خيرهم جعلني خيرهم بيتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله جل في علاه واجتباه وجعله من أنسب الناس كما أو من أشرف الناس نسبا ومن أعظم الناس خلقا ومن أعلم الناس علما ومن أعظم الناس هدية تركيبه. لون أول من ألوان الشرف بأن الله جل في علاه قد اصطفاه رسولا نبيا للبشرية رحمة للعالمين. ولون آخر هو أن الله تعالى كما أنه اصطفاه رسولا نبيا رحمة للعالمين شرفه بأنه أعظم عابد لله جل في علاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله تعالى بهذه المنزلة العظيمة وهي منزلة العبودية التي لا يصل إليها إلا من أحبه الله جل في علاه ومن اصطفاه ومن اجتباه. لا يكون عبدا التصق بربه جل في علاه إلا من علم الله جل في علاه أنه يكون أهلا لذلك وعاء لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة لربه وأعظم عباد الله جل في علاه قربا من الله. لذلك نرى أن الله تعالى شرفه بالعبودية في غير ما موضع من كتابه. قال الله تعالى سبحان المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده، الإضافة هنا إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكل عباد، كل من آمن ووحد عبد فهو عبد، لكن التصاق العبودية بالله جل في علاه من النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف مكانة الإنسان من الله جل في علاه. لا سيما أن الله تعالى منع الجميع يوم عرصات يوم القيامة عندما احتاج البشر بأسرهم إلى تفريج الكربات أن يسجد له سجدة تكون تفريجا لهذه الكربات إلا هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي العرش فيستأذن فيأذن الله له بالعبودية المحضة بأعظم ما يمكن أن يأتي به عبادة وهو السجود، فيخر سيدنا تحت العرش فيقول يا محمد ارفع رأسك وستعطف واشفع تشفع. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال حين الوحي وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال حين التعجيز أهل اللغة العربية قال وإن كنتم في رجل مما نزلنا على عابدين فأتوا بسورة مثل. وقال الله تعالى في مقام نشر العبادة وتعبيد العباد رب العباد وهذا أعظم المقامات، يعني الله تعالى قال من أحسن دينا ممن إيش دعا إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعظم المقامات. قال ولما قام عبد الله يدعوه، تستفيد من هذه الآية من أعظم الأفوال التي تستقيها من هذه الآية. قال ولما قام عبد الله يدعوه عبد الله، ففي مقام الدعوة بين الإخلاص المحض لله جل في علاه. وكثير من قام يدعو الى الله ويدعو الى نفسه ولا يدري انه يدعو الى نفسه ولا يدعو الى الله جل في علاه، هو ينظر الى مكانتي، ينظر الى الحظوه، الى الوجاهه، الى القياس، الى التقطب، الى الاشاره بالبنان، ولا يدري بان الله تعالى علام الغيوب والذي يعلم ما في قلبه ويكشف ما يستسر به المرء. لكن هنا الله تعالى يبين لنا الاخلاص المحض من نبينا صلى الله عليه وسلم وان الله اصطفاه واجتباه لذلك، بان الله جل في علاه قال ولما قام عبد الله يدعوه يدعو الى الله جل في علاه، ودعوا الله اعظم ما يمكن ان يقدمه العبد لله جل في علاه. لذلك قال ابن عيينه اعظم الناس منزله، او قال خير الناس على الاطلاق الواسطه بين رب الناس وبين الناس. اذا النبي صلى الله عليه وسلم شرفه لون اول من الوان الشرف والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم هو ان الله تعالى قد اصطفاه واجتباه للنبوه
هناك لك الأسد الثاني صحة التعبير. وما كان ينتصف لنفسه قط سبحان الله على أن جعل الكمال البشري في هذا المخلوق صلى الله عليه وسلم. وحق ابن عباس أن يقول ما خلق الله وما برأ وما زرع أعظم عليه وأكرم عليه أبطال أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وشرفه أيضا في الرسالة أنه جعل هذه الرسالة رسالة عامة. هذا الأول التشريف آخر، التشريف الأول مرتبة النبوة والرسالة، والتشريف في نفس هذه المنزلة هو أن الله جل وعلا جعل هذه الرسالة عامة وخاطبة. لأنه ما من نبي كان شريف مني، ما من نبي قد كرمه الله جل وعلا على قومه وأرسله إليه إلا جعل رسالة خاصة في أولاد القوم فقط ولم تكن عامة. وهذا نوع شرف، لكن أشرف منه أن يكون للناس عامة. قال الله جل وعلا أن أرسلناك، قال الله جل وعلا أرسلناك إلى كافة للعالمين للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا العموم. ولذلك قال الرسول فضلت على الانبياء بست، وذكر منها وكان كل نبي يبعث في قومه خاصه، وكنت اقرا قال وبعثت في الناس كاف عام. فكانت عموم الرساله لون شرف من الشرف الذي شرفه الله تعالى او نسب الله تعالى لنبينا او نعت الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما من نبي الا وبعث قومه خاصه وبعثت للناس كافه او عامه. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أو ما أرسل للبشرية فقط، بل أرسله الله تعالى للجن كما أرسله للإنس، كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ذلك ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن سمع له ترى نيران هذه نيران الجن. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث في كلام هذه الرواية عندما قرأ عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان فسكت فقال مالي أرى الجن أحسن مردودا منكم. كانوا يقولون إذا وقف عند هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ما من نعمة من نعيمك أو أمام نعيمك ما من نعمة من نعيمك نكذب. قالوا ما من نعمة من نعيمك نكذب سبحانك ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كانوا أحسن مردودا من البشر أنهم كانوا يشكرون الله تعالى على آلائه وعلى نعمائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى للجن كما أرسله الله جل في علاه للإنس. وإن كان هناك بعض الخلاف بين العلماء هل هناك رسل من الجن للجن أم لا، والراجح الصحيح عند أهل التحقيق هو أنه لا رسول من الجن، الرسول يكون من الإنس. فقول الله جل في علاه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذه الآية الاحتمال فيها وارد أن الرسل يبعثون إلى الجن من الجن، وأيضا الاحتمال وارد أن يكونوا من الإنس، وهذا الراجح الصحيح. من الجن منذرين، من الجن كانوا منذرين ولم يكونوا من الرسل، أما الرسل من البشر ورسولنا هو الذي بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس، وهذا لون التشريف أيضا من الله لك لنبينا. من ألوان التشريف أيضا كما قلنا أن الذكر ودعوة الدعوة إلى وجود مثل هذا النبي كانت من إبراهيم، وهو أعظم الخلق قدرا عند الله لك ولا، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما بينا في الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت حتى قال ربنا اجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآيات. وأيضا من ذلك من ألوان الشرف بأن الله تعالى جعل المبشر لهذا النبي الكريم هو عيسى عليه السلام، وهو من أشرف الناس ومن أعظم الناس منزلة عند الله تعالى، وهو من أولي العزم من الرسل. بل فإن الله جل في علاه أيضا قد أمر أهل الكتاب بالإيمان به، وقد أوضح صفة هذا النبي في هذا في التوراة وفي الإنجيل، وألزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كفروا به فلهم الخلود في النيران كما بين الله تعالى في كتابه بغير موضع من الكتاب، عندما قال الله جل في علاه ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون هذا الرسول المؤمن جدا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تعالى وصفا إياه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرافهم والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا قد قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العلماء فصلوا بعض العلماء قالوا هذا العطف عطف بيان الكتاب المبين هو النور والنور هو الكتاب المبين يقصد بذلك القرآن
لا سيما أن الله سماه نورا في غير موضع من كتابه. والحق هنا أن الأصل في العطف المغايرة. النور هنا المقصود به هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا هذه الآية الناس بالنسبة لهذه الآية أفضل الناس بالنسبة لهذه الآية طوائف ثلاثة: غلو ونفور وواصل. الغلو قال نور محمد مخلوق بالنور ولا ظل له، ولذلك اعتقدوا فيما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، وسألوه من دون الله جل في علاه حتى بلغ به كما قلنا أنهم رفعوه إلى درجة الربوبية، وكان قال قائل من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومنهم من قال من جفل وكان لا يعظم السلف حق تعظيمه، فجاء فقال: يا محمد اعدل إن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله جل في علاه. والوسط العدول الأخيار أهل السنة والجماعة قالوا: محمد النور بما حمله من نور، لأن هذه الدنيا بأسفلها استنارت بالشريعة الأراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البشر يأكل كما يأكل البشر، يشرب كما يشرب البشر، يموت كما يموت البشر كما قال الله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل كان البشر، وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، دلالة على بشرية محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشاهد من قول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستثيرون بما جاء به من هذه الشريعة البراء. قام صاغ الله قلوبهم وأعينهم أبصروا وبصائرهم حتى أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعدول منهم قد جحدوا وقالوا: هو نبي، هو رسول لكن للأميين. لذلك يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لذلك توعد الله تعالى لهؤلاء من أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما علموا صفة هذا النبي الأمين في التوراة وفي الإنجيل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله مع المصنف. فإذا الله تعالى بين أنهم قد علموا أنه النبي الحق، قال قائلهم: أهو هو؟ قال: نعم والله هو هو. قال: ماذا تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. لذلك يقول الله تعالى: فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم لا يكتمون الحق، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون أنه والله يعلمونه أشد ما يعلمون أن هذا الولد من الناس به. فالغرض المقصود أن صفة الرسالة كانت ظاهرة بهرة عند هؤلاء القول أنهم جحدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ألزمهم الحجة، ثم بعد ذلك المآل إلى عذاب قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة أمة الإجابة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة من يهودين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يستقيم له إيمان بحال من الأحوال. وأيضا من ألوان الشرف الذي شرف الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أمر الجميع بإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الأنبياء أن ينضوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه، كما قال الله جل وعلا: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى عن ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرأى في يده صحيفة من التوراة، فقال: أما تهلكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء بأسرهم على أن يتبعوا صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أتباعا له. لذلك استدل بهذه الآية بعض العلماء على عدم حياة الخضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الكثير من الناس قالوا: الخضر لم يمت إلى يوم الناس هذا، فاستدل القول من المحققين من العلماء بموت الخضر أنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نبيا حيا إن قلنا بالترجيح أنه نبي، والحق أنه نبي. لما؟ لأنه قال: وما فعلت ذلك عن أمري،
بل هو وحي من الله جل وعلا. هذا الراجح الصحيح. والخلاف بين اهل السنه والجماعه هو ولي ام هو نبي، والراجح انه نبي من الانبياء. لكن لو كان نبيا حيا في عصر الرسول لابد ان يلد تحت رايه ان السلام ان ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الايه، واتخذ الله باب نبينا الى اخر الايات، فتدل بها على عدم حياه الخاضع. عامه الكلام على ان لون من الوان الشرف ان الله جل وعلا قد اخذ الميثاق على جميع الانبياء والمرسلين بالانطواء تحت رايه هذا النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فلما ماتوا جميعا ولم يكن كذلك في الدنيا، فان الله جل وعلا كرم هذا النبي الكريم فنزلوا جميعا تحت لوائه يوم القيامه عندما قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه. ولا فخر ما من نبي الا ويقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم، وهو الذي يقول انا لها انا لها حتى يشفع في القضاء. هذا لون من الوان التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم ان الله جمع ذكره مع ذكر الله جل وعلا، وهذا سياتي يكون بابا منفصلا مستقلا نتكلم عنه. لكن الشاهد من الوان الشرف هنا بان الله جعل علامه محبته هي اتباع الرسول، جعل علامه مبينه لمحبه الله جل وعلا، زعم انه يحب الله جل وعلا، فجعل العلامه المبينه الانقياد التام والاستسلام التام لهذا النبي العظيم. هذا فيه نوع شرف عظيم جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان الله يقول ان كنت حقا تحب الله جل وعلا فعلامه ذلك ان تحب من ارسله الله جل وعلا، وان تكون منقادا تماما انقياد مطيعا لهذا النبي الذي ارسله الله جل وعلا. وكما قال الحسن البصري زعم اناس محبه الله جل وعلا فامتحنهم الله بهذه الايه الشريفه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله جل وعلا علامه المحبه هي تمام الانقياد والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك في الحديث الصحيح للنبي بالسنن او في الطبراني بسند صحيح قال من اطاعني فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه. التفسير يمكن ان نقول قراءه تفسيريه في الحديث من اطاعني فقد احبني ومن احبني حقا فقد احب الله جل في علاه، ومن احب الله فهو بجوار الله جل في علاه في الجنه، من اطاعني فقد احبني ومن احبني فهو معي في الجنه. هذا فاصل خطاب في علامه محبه الله وعلامه محبه النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع التام لنبينا صلى الله عليه وسلم. انت تقارب النبي صلى الله عليه وسلم وتقارب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لك هذه سنة يكفر وجهك وتمعر وجهك من أجل أن هذه سنة نفسنا وتزعم محبة الله وتزعم محبة نفسنا، هذا بعيد. لذلك يقول الإمام الحسن البصري زعم أناس محبة الله فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا جعل علامة الإيمان وأصل الإيمان وحقيقة الإيمان هي الانقياد التام والاستسلام التام لهذا الرسول الكريم والرجوع إليه في المتنازع فيه. فإن أردت أن تعلم قمة الإيمان الذي وصلت إليه عندما تختلف مع غيرك فاجعل الأرض الصلبة التي ترجع إليها هي الله جل وعلا يا رسول صلى الله عليه وسلم. إلى الله يعني الكتاب، وأنت أحوج ما تكون إلى السنة التي تبين الكتاب، فبرمة الأمر لابد أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى كل متنازع فيه لا يرد هذا المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، فاعلم أن الهوى قد دخل، واعلم أن هؤلاء يزعمون نصرة الدين ولا ينصرون الدين، واعلم أنهم يزعمون أنهم يتمسكون بسنة النبي الأمين ولا يفعلون ذلك. أناس يعضون أنامل الغضب على رجل يقول من نصب رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه أو يعادي عليه فهذا مبتدع ضار، والله مبتدع ضار وله هوى وليس عنده من الديانة ما يظهر للناس الديانة التي يظهرها للناس. هذه ليست من عنديات نفس، هذا من الله ومن رسوله، فردوا على الله قوله. هو الذي قال جل في علاه قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فقال ابن تيميه وهذا افهم منا لكتاب الله جل في علاه من نصب رجلا يوالي عليه ويعادي عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ ونصيب من هذه الايه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في ايش؟ بشيء يمكن ان نوالي او نعادي على رجل ان كان ايه؟ كان تابعا لنفسنا. فالاصل عندنا ما امرنا الله في الكتاب الا بقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما من احد في هذه الامه قول يؤخذ هكذا ختم ابدا، ولا يمكن لو
السيف على الرقبة أن نقبل هذا وأن نرفع رجلا، ولو كان من أعلم أهل الأرض أن نرفع رجلا النبوة والرسالة. لا نعتقد عصمة لأحد كائنا من كان، العصمة ما تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. كل عالم شريف بمليء يوضع على الرأس، وكلامه يوضع على الرأس إذا أصاب الحق فيه، وإن أخطأ فهو ما زال على الرأس مبجلا معظما نبيل القدر عندنا. لكن لا نقبل قول نرده عليه ولا نأخذه. كل يؤخذ من قول ورد إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر الله تعالى جعل علامة الإيمان القياد له ورد المتنازع فيه له، وهذا من التشريف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن الله تعالى يقول حكمي عند هذا الرجل، هو الذي يبلغ حكم وحكمه فيكم نافع، وإن كنتم حقا على الإيمان الرجوع له لا لغيره. ولذلك نحن لا يمكن من الإيمان الحق أن ترفع أحدا مكانة النفس وأن تجعل هذا الرجل قوله هو القول الحق وغيره قول باطل. لا، كل يؤخذ من قوله الرد، وكل يوضع تحت دائرة قال الله قال الرسول. الصحابة أنفسهم قال المحققون من أهل الأصول كونهم ليس بحجة، يعني يؤخذ الرد. هذا كلام على من؟ كلام على مثل أبي بكر، كلام على علي، على عثمان، على الزبير، على معاذ بن جبل، أعلم أهل الأرض من الحلال والحرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤخذ من قوله ويرد. شوكاني من المتأخرين قدم لنا من المحققين المتقدمين الذين يقولون ومنهم الشافعي في الجديد أن قول الصاحب ليس بحجة. قال الله معنا لا نتعلم هذا القول. لأننا يعني أتمنى القول الواسط، هذه مسألة فيها أفكار كثيرة جداً في مسألة الأصول، لكن لست بصدد شرح الأصول هنا، لكن أنا أبين ما أتمنى أن قول الصاحب لا يكون حجة إلا بقرار. يعني لا أقول ليس بحجة ولا أقول حجة مستقلة، لا. ليش؟ لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا أقول لو قال أبو بكر ولا مخالف يبقى إذن أبو بكر قول القدر، قال عمر قول القدر، اقتدوا لذلك بعد أبي بكر وغيره. وهذه من القرآن تثبت أن القول هذا هو الأقرب إلى السنة. قول غير هؤلاء من الصحابة ننظر إلى القرآن، وإلا فقد قال عبد الرحمن بن عوف بن عباس ظاهر القرآن، وقال على المرأة الحامل والمرضع عليهما إيش؟ عليهما لهما الفطر وعليهما الفدية فقط، وخالف ظاهر القرآن. كيف نأخذ بقول صاحب خالف ظاهر القرآن؟ لا، نحن أتبع وألزم إيش؟ الكتاب. لأن الله تعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك جعل الله لونا من ألوان الشرف العظيم أن المتنازع فيه لا يرد إلا إلى الله إلى الرسول. برمتي ترجع إلى الرسول، لأنك لو رجعت إلى الله يعني ترجع لكتاب الله، وأكثر الأحكام في كتاب الله مجملات، والمجملات تحتاج إلى بيان، والتبيين والتفسير لا يكون إلا من النبي الأمين، وأرسلنا لك وأنزلنا لك الذكر لتبين. وهذا لون من الشرف أيضا، بأن الله لما أنزل له أعظم الكتب جعل بيان الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن لونا العظيم من ألوان الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أناط الإيمان وجعل علامة الإيمان الحق هو محض اتباع رسوله ومحض التسليم له، وعند التنازع الرجوع إلى هذا النبي. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن، هذه خصال الإيمان، تخالفها. إذا أنت مقياس إيمانك هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، تعارض أمر أبيك، تعارض أمر زوجتك، تعارض أمرك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بمن تأخذ؟ أي واحد تقبل؟ حتى ولي الأمر لو عارض قول سلم عليك ألا تفسد وألا تسمع ولا تطيع، مع أن الله تعالى ما أمرك بالسمع والطاعة لأحد في الكتاب مثل ما أمرك بإيش؟ بالسمع والطاعة لولاة الأمور. يا أيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لكنه قيدها للذكر، قال إنما الطاعة في إيش؟ في المعروف، فإن أطاع الله فأطعه، وإن عصى الله جل وعلا فيك فعليك أن تكف شرمك ولا تسمع ولا تطيع في معصية الله جل في علاه. الدلالة واضحة جدا على أنه ما من محض إيمان يريد أن يبحث عنه صاحبه إلا وينظر في المثال الحق في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه الآية التي حدثت بزينب أن تقبل مثل زينب،
ابن حارثة، وكان مولى من الموالي، وزينب الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أنا أتزوج زينب، وما قبلت في البداية، لكن ما نزلت الآية. فلما قال لنا سلام نبود تزوجي زيد، خطبها لزيد، فهي تعلم أنها الأمر لا يتقبل أو ترفض، لكن هذا من النبي الأمين. فقه ذلك المرأة المصرية الجاهلية الصغيرة السن، عندما حسب الأب والأم أن السلام والذي تقدم لها قبل، فقال لا لمن؟ لجليبيب. فقالت أنا مرة، قالت أنا أعطي ابنتي لجليبيب، مجهول في الصحابة، والأب لا يرفض. تقول البنت وتصرخ من خلف الستار وتقول أتردون على رسول الله أمره؟ لا والله لا أتزوج غيره. سمع طاعة ومكان. ولذلك زينب لما قالت أنا أتزوج زيد، أنزل الله على هذه الآية القارعة، قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خير. قالت ما مت أتزوج. فتزوجت رضي الله عنه وارضاه زيد زيدا، فكافأها الله تعالى بأن زواجه من فوق سبع سماوات بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون، هذا مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. درجات الاسلام التحقيق، انت مسلم اذا تحكم الله ورسوله في المدرسه فيه، هذه علامه الاسلام. ثم علامة الإيمان المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت. نفي الحرج علامة مرتبة الإيمان. شوف المراتب الثلاثة موجودة في الآية. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان ويسلم التسليم، يعني من لم يسلم في نفسه لكنه راضي وهناك تنازع في الداخل، هذا لما يصل مرتبة الإحسان لكنه في خير كبير، لأنه في المتنازع فيه تحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يجد في صدر الايه؟ الحرج في ذلك. فهي مرتبه الايمان، مرتبه الاحسان، قال الله تعالى ويسلم تسليما. لذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وامر الله تعالى امرا جزما بطاعته في كتابه للقياده التامه للاستسلام التام لنبينا صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا ان تطيعوه ايش؟ تهتدوا. الهدايه التامه هي طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ضلال اينما ضلال. لم يسد على الطريق المستقيم ولا ضرب الصالحين المتقين الذين يسلون لرب العالمين جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هذه انواع التشريع، انواع التشريع، لان الله تعالى سد كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لو اجتهدت اجتهادا عظيما عبادة لله تعالى صوما وصلاة وصدقة ولم يكن على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لتقبل عند الله. ما امتدت من الله الا ايه؟ الا بعد. لما مر عمر بن الخطاب على رجل في صومعته يتعبد بكى وقرا قول الله لنا في علاه وجوه يومئذ خاشعه عامله نصيب تصلى نارا. لم يتبعوا، لم يترسموا طرق المرسلين. لذلك الانسان قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الثلاثه ما فعلوا ايش اللي فعلوه الثلاثه؟ اجتهدوا اجتهادا عظيما في هذا الجواب. قال انا لا اكل اللحم، او قال احدهم انا لا اتزوج النساء، والثالث قال انا اصوم ولا افطر، والثالث قال اقوم ولا انام. وهذه عباده ايما عباده قرب من الله جل في علاه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما لانهم ما ازدادوا من الله الا ايه؟ الا بعد. الله تعالى سد كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من هذا الامر التشريف، لان الله تعالى سد كل باب الا باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان ينجو احد الا برسول الله. ومن عظيم شرف النبي صلى الله عليه وسلم انهم ايضا لا يدخلون الجنه الا بان يدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وان النبي صلى الله عليه وسلم الذي معه مفتاح الجنه الذي يدخل فيه الداخل. هذا الامر من الوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم اجمالا، وسياتي التفصيل ان شاء الله. ايضا من الوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم الامر الجازم في كتاب الله جل وعلا بتعظيم النبي وتوقير النبي ومعرفه قدر النبي صلى الله عليه وسلم، انت حقا لابد ان تعظم رسول الله. وطبعا صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره جدا بان تاتي تتمسح بالقبر وبتراب القبر. هذا من الوان، من اعظم الوان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بتعظيم ايش؟ المهم السلسله الخضراء او هذه الستار الخضراء تعظيمها. صحيح هذا تعظيم، ليس تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما طلب الله التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم اظهر في كتابه كيف تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما امرك بين لك في الكتاب، يعني انت لو نظرت في كثير من الاحكام في كتاب الله لا تجد لها بيانا الا في السنه. الا في مثل هذه الاحكام، قليلا الاحكام منها هذا الحكم العظيم. لما امر بتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بينه اتم البيان في الكتاب. لم يجعل البيان لاحد الا له. قال الله جل في علاه لتؤمنوا به وتعزروه
توقروه وتسبحوه هذه لله. عذرات وقوم هذه للنفسنا نصرة نفسنا وتعظيم نفسنا وتوقير نفسنا وتسبحوه بكثرة وصيلة هذه إيه؟ هذه لرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال بهذا الحكم وجزم به في الكتاب بيانه أتم البيان عندما قال يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول وقال ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو إظهار لكيفية توقير نفسنا وتعظيم نفسنا. قال الله جل في علاه لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض. بل هنا لنا أن نقول بالاكتساء لأنك مأمور شرعا أن تنظر في أفعال الله جل في علاه فتكتسب إن صح التعبير وتعلم وتعتقد وتتعلم أسماء الله وأثر أسماء الله فيظهر أثر اسم الله جل وعلا فيك. فالله جواد يحب كل جواد عليم يحب كل عليم. نفس الأمر أرأيت كيف كان ينادي الله رب السماوات والأرض الجبار خالق الكون كيف كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ناداه قط إلا بإيش؟ إلا بلقب لا باسم. نادى نوحا باسم، نادى إبراهيم وهو أعظم الخلق قدرة عنده باسم، نادى موسى باسم، نادى يوسف باسم، لكن لما نادى محمدا ما ناداه الا باللقب. قال الله تعالى يا نوح قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبالكلام، وقال يا ابراهيم ان صدقت الرؤيا، وقال يا نوح لا تسالني ما ليس لك به، يا ادم اسكن انت وزوجك، اما عند نبي انظر الى التعظيم والتوقير لتحتسب. يبقى هنا الله تعالى امرك امرا جزما في الكتاب وهو الذي تكفل بالبيان اتم البيان. عندما نادى نادى باللقب يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحارب ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن إلى آخر الآيات. الغرض المقصود ما ناداه إلا باللفظ. أما قول الله جل في علاه وما محمد إلا رسول هذا خبر، هذا أسلوب خبر، اما اسلوب الانشاء يدل لك ان هو قال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم ايه؟ كدعاء بعضكم بعض. تأدب عظيم مع نفسنا، فلذلك ادبك الله تعالى بتوقير نفسنا وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه قد طبقوا ذلك واقعا يعيشونه، لذلك عمر بن مسعود الثقفي كان معظما في مكه، وهذا الرجل كانت له رحلات، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارايت احدا قبلك فعل ذلك بقومه؟ انت ما تجدع الى يدك وايه؟ وانفك. فقال المغيرة بن شعبة بلسان حاله ومعه السيف فضربه على يده وقال اخر يدك عن لحية رسول الله. العرب كانوا لا يستسيغون ان يضع المرء اللحية على كبير المعرفة، فضربه بالسيف مع ان عمر بن مسعود الثقفي وكان معظما جدا في اهل مكة. قال اخر يدك عن لحية رسول الله. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال يا لكع ما زلت ايش؟ انا في قدرتك الى يوم الناس هذا. الغرض المقصود فقال للقوم، قال يا قوم اياكم واياه، والذي نفسي بيدي قد وفدت على قيصر وقيصر وملوك الحبشه ما رايت احدا يعظم احدا مثل ما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم سكتوا كان على رؤوسهم الطير، لا يحد احد منهم النظر في وجه النبي. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال والله لو سالتني بعد الاسلام بعد ما دخل الاسلام لو سالتني انا اصف لك وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لي الى ذلك سبيل. ما كان يحد النظر في رسول الله تعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابه من اعظم الناس توقيرا لنبي من الانبياء، كان هؤلاء الاخيار الابرار اعظم الناس توقيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فرايت رجل كان صديق الرجل الذي كان جمهوري الصوت عندما نزلت هذه الايات فحبس نفسه في بيته يد، فلما سأل عنه السلام قال انه هلك، هو يقول انه هلك، لما؟ قال صوتي ارتفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحسب انه قد هلك حتى طمأنه السلام وقال انت في الجنه، لمعرفه قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كاد الخيران عن ايش؟ ان يهلك، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان تحبط اعماله. فالغرض المقصود ان الله تعالى قد امر امرا جزما في الكتاب بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ثم بينه اتم البيان. هذا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم كان من الصحابه. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون التعظيم الحق والتعظيم بايه؟ صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بالشربطات ولا الحلويات، لا، تعظيم النبي الحق هو اتباع سنه حتى ردا على اي حد، اي احد تجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم
لا يكون ردا مفحما الا ايه؟ بلسان الحال. بلسان الحال انك اعظم الناس اتباعا لرسول الله واسلف في الجميع. ما لما يرون منك هذا التعظيم ليش؟ لو تجرأ المتجرأ على رسول الله منا اولا. منا اولا لم نعظم الانسان حق التعظيم. ولذلك لما انبهر عروه انبهر بتعظيم هؤلاء فعظمه هو. تأثر بعظمه فعظم انت نبيك اليوم بأسره سيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى صلاتك انت. اللهم اصبر. والله والله يعصمه. لكن انت مامور شرعا ان تظهر تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم توقيرك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون توقيرا حقا الا بتوقير سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون تعظيما حقا الا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما والله انا ناصح امين لكل من يعظم احدا ويجعل رايته قبل رايه النبي صلى الله عليه وسلم. انت حقا ما عظمت الرسول. كيف تبغي نصره؟ كيف تبغي علما؟ كيف تبغي دعوه الى الله لنا فعلاء وانت قد نصبت شخصا بينك وبين الرسول؟ ان قلت متاولا نصبته لانه اعلم بالرسول قلت لك حق، حق لك ان تقول له جزاك الله خيرا. يبقى اذا عندما نصبته وما نصبته الا لانه اعلم بالنبي منك فانت ما نصبته الا للنبي وما عظمت الا النبي. فعندما يخطئ عليك ايش تفعل؟ ترد خطا. ما قلت لك مينه؟ مينه كيف وهو وهو انا هو جنه لك حمايه لك، العلماء حمايه لمثلنا في هذه الدنيا، لكن لما يخطئ ماذا نفعل؟ انا قلت كان الراس وغيره عندما قال عن الشافعي وهو اول من اصل الاصول وقال بان القران لا ينسخ بالاحاد بالسنه، قال كلاما من ذهب احفره في صدرك، قال هذا من امام النبي كبير القدر والشأن اول من اصل هذا الاصول، ولكن ولكن الحق اكبر منه. لم يشك ولكن الحق اكبر منه. فلذلك انت ان اردت ان تعظمه بتعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم لانه حامل لعلم النبي، فعندما يخطئ تقول ايش؟ تقول لا سمع ولا طاعه لك، اخطات، نرد الخطا بادب جم ولا نعظمك فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن القيم وهذه كلمه مشهوره جدا على الألسن الصادقين المتقين المخلصين المخلصين، شيخ الاسلام حبيب الينا والحق حبه، وهذا من تعظيم النبي. لانك لا يمكن ان ترفع احدا مساويا لرسول الله. رايت الرجل الذي قال لابي بكر عندما قال قال افاقتله فداك ابي امي؟ قال لا، هذه لا تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت الا لمن؟ الا وابو بكر لا يستوي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا غر ولا عدل. لما دخل وصلى بالناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بالسهوب فاشار لي ان ابقى مكانك، ارتضى بذلك الى ذلك زميلا ورجع وتقهر لما سئل عن ذلك، قال ما كان لابي قحافه ان يصلي بين هذا المنبر، بل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا احد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك امر الله بتوقير النبي وتعظيم النبي في كتابه، ثم بين لك اتم البيان. فمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو الا تكون جوهري الصوت بين هذا الانسان ان تقدم بين هذا الله ورسوله، قال ولا ترفع صوتكم فوق صوت النبي. كذلك اذا قال المرء قال رسول الله عليك ان تعظم وانت في المجلس وهو يقال قال رسول الله. لذلك مجالسنا البركه فيها بتقل كثيرا، والمجالس في الرأي الاول البركه فيها كانت عظيمه جدا من احترام هؤلاء وعدم لا اقول عدم الاحترام منا، لكن عدم المساواه في التوقير والتعظيم. كان الامام مالك من شده تحري التعظيم والتوقير بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس الا متطيبا، وياتي بالبخور وياتي ويكون مغتسلا حتى يتكلم بكلام من سلم. سعيد المسيب كان مضطجعا فسالوه عن سؤال، والسؤال هو ما يجيب الا بقال رسول الله، وكان مريضا جدا فقال احملوني حتى اجلسوه، فلما قعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فجعل المساله بدليلها. فقال انا قلت ذلك مضطجعا، قال اجل حديث من سلم ان اتكلم به وانا حاله كوني مضطجعا. وكان الامام مالك من احرص الناس في سماع حديث من سلم، من احرص الناس في علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جلس في مجلس التحديث فضاق المقام فما استطاع ان يجلس، والناس كانوا يعني امم يجلسون يسمعون حديث النبي. اللهم رد هذا القائم لهذه الامه يا رب العالمين. امم يعلمون قدر هذه المجالس، فكان تكتظ به المجالس. فقام مالك في يوم ما فلم يجد مكانا يجلس فيه، ما ولد الا مكانا ايش؟ يكون واقفا فقط، فوقف. فلما وقف وانتهى المجلس اراد كاتب من بعض طلبه العلم الذين كتبوا الحديث، فقال له ما عندك، او قال له ما عندك هكذا يا مالك لم لم تكتب؟ قال اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اكتب الحديث حاله كونه ايش؟ واقفا قائما.
يا ربي إني أبرأ إليك أن أكون أفعل هذا ولو مرة واحدة فعلت ذلك، لأني ما أقول شيئا ولا أكون قد عملت به. لكن هذا يقال من أجل أن يعتسي الإنسان بهؤلاء الأخيار الأبرار، وكلما كنت معظما إنسانا بقلبك كنت معظما عند ربك جل في علاه، وكلما عظمت حديث الإنسان عظمك الله في قلوب الناس. الغرض المقصود بأن هؤلاء القوم كانوا من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قصصت هذه القصة كثيرا جدا، وتكرارها التكرار فيه ايش؟ تعليم الشطار، بل وفيه الاستخار في قلب الاخيار. عندما قال ابراهيم ادم انا دائما اخطئ هذا الخطا، والاخوه يسمعون هذا الخطا ولا يستدركون عليه، مصيبه. معناه من اهل الحديث دائما يقول ابراهيم ادم قد عقد مجلس التحديث، ثم لما قال قال رسول الله وجد رجلا يبتسم. هو ليس ابراهيم ادم في حد الاحوال، هو من؟ مين ابراهيم ادم؟ يقول هو ليس ابراهيم ادم، هو قرين بن قطان. من؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي عقد المجلس ودائما يقول ابن ادم، وهذا خطا مني والله، لان هو كان عابدا فقيها، لكن هو عبد الرحمن بن مهدي كان شديدا. فلما عقد مجلس التحديث فقال قال رسول الله وجد رجل يبتسم، قال ابتسم واقول قال رسول الله لا حدثتكم ايش؟ شهر لتعظيم هذه المجالس. هؤلاء القوم علموا كيف يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قص عليكم ايضا شعبه عندما عقد مجلس التحديث وهو يتكلم يقول قال رسول الله يسمع ايه؟ الاصوات، فيقول المطر مطر، يقول لا مطر يا امام لا مطر، انت الامر جاءك الوهم لا مطر. فيقول قال عندما يقول حدثني فلان عن فلان قال رسول الله يسمع الاصوات مطر، يقول لا مطر. فهم ارادوا ان يزيلوا العله عشان يكمل الحديث، ثم سيموتون من اجل كتابه الحديث حديث عن شعبه ويحدثون به عن شعبه شرف ليس بعده شرف. فقالوا لا مطر، انما هو يا امام رحمك الله صريح الاقلام. صوت احنا بنكتب الحديث. فقام شعبة فقال ايش؟ قوموا من عندي لا احدثكم. ثم قال لا احدث اليوم الا ايه؟ الا العميان. ليش؟ ما لا يكتبون عشان ما يسمع، يبقى في احترام وتوقير الحديث. فقام اعور وقال لا احدثني بنصف حديث. الغرض المقصود بانه ايش؟ كان يعظم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد المجالس من اجل تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي يعرف كان لسان حالك يقول نفسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني اقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على هواي على امري على كل احد، قد قال الله جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ايضا من الوان الشرف او تشريف الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم اجلالا وتعظيما بان الله جل في علاه قد كفاه الناس وقد حد حدا عظيما للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بانه جعل ان من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما اذى الله جل في علاه. وهذا من اعظم التشريف لهذا النبي العظيم. ما من احد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الا وكانه قد اذى الله جل في علاه. ومن اذى الله اوشك ان يهلكه، اوشك ان يعمه بعذاب سبحانه وتعالى في علاه. لذلك يقول الله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما. ان ذلك كان عند الله عظيما. هذه دلاله واضحه جدا على ان الله تعالى تكفل بالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما اذى الله جل في علاه. ولذلك قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. توعد من الله جل في علاه، والذي قال الله جل في علاه هو القوي القادر القاهر الذي يستطيع ان ينفذ ما قاله. لا تدفري ما ما خلقت وغير ما يخلق ولد ولا يفعل. قال الله تعالى الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. وقال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله، تستفيد هذه الايه فائدتين عظيمتين، بان الله تعالى قرن لما اوذي النبي صلى الله عليه وسلم قرنها باديه الداله التي ولد، جعلها باديه الداله التي ولد، وجعل اللعن السريع على من فعل ذلك. قال ان الذين يؤذون رسول الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا. وأيضا فإن الله جل في علاه قد كفر أناسا دخل في قلوبهم الإيمان فقط لمجرد أنهم تكلموا بكلام فيه نوع استهزاء برسول الله وأصحاب رسول الله. عندما قالوا إخواننا هؤلاء قالوا ما وجدنا قالوا أرغب بطونا وإيش وأجبن عند اللقاء، فماذا قال الله جل في علاه؟ عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعتبون قالوا والله لو حدث الرجل ما اردنا ان تنقص من قدرك ولا من قدر اصحابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم لا يكسر عنهم الا ويقول الله الا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل في علاه قل أبالله وآتي. هم ما تكلموا عن الله جل في علاه، هذه الايه تستفيد منها هنا بان اذيه الرسول هي اذيه الله جل في علاه. فاذا
من يعرضون بعائشة هم يعرضون بالله لا يعرضون بعائشة. والله لو تفقهون هذا الذين يعرضون بعائشة والله ما يعرضون إلا بالله جل في علاه. والذين يعرضون بأبي بكر وعمر ويكفرون أبا بكر وعمر هم يؤذون الله جل في علاه. هذا سب في الله جل في علاه، وإن كان سبا خفيا لكن هو سب في الله. لأن كيف؟ لأن الله تعالى يعظم رسولا بعثه للأمة ويجعل فراشه مدلسا. كيف يختار الله جل في علاه لنبي معظم امرأة يمكن أن تلوث فراشه؟ كيف يكون ذلك؟ هذا قدح في الله، هذا أصالة قدح في الله جل في علاه. ليس المسألة قدح في عائشة، عائشة دعا على جنب، هي المقصود أن أسمه هو من؟ النبي. وهو هم يجهلون أن المسألة تصعد إلى من؟ إلى الله جل في علاه. لذلك هؤلاء لما استهزأوا بأصحاب النبي ويلوحون بالنبي جعل الاستهزاء بالله، جعل الاستهزاء أصالة بمن؟ بالله. لأن الله تعالى إذا قال لك أعظم رسول عرفته البشرية هذا الذي أرسلته إليه، يبقى سيصطفي لهم إيه؟ خير أمته، سيصطفي لهم خير الناس. وإلا كيف يكون معظما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله جل في علاه ويجعل له شر الناس، أو يجعل له من الصحابة شر الناس. فلذلك لما قالوا أرغب بطونا أو أجمل عند اللقاء، قال الله تعالى قل إيش؟ صدر الباب بإيه؟ بالله. قل أبالله، وما كان الكلام موجها لله في حال الأحوال، لكن الطعن في الصحابة طعن في الرسول، والطعن في الرسول طعن في إيه؟ في المرسل. طعن في قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدك. يبقى إذن أثبت لهم إيمان وكفرهم بذلك. كما قلنا قد تكفل الله جل في علاه بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عليك إلا أن تعتمد أمر الله معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان حالك تكون مؤثرا في جميع الناس. أما المؤثرات التي تحدث هذه والتعديات والتجاوزات من الجهلة الذين لا يفقهون شيئا يسبون الإسلام وهم لا يدرون. أما قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير غير علم. يأتي رجل مع أن بعض القوم سبوا الرسول فهو سب عيسى، كفر وهو جهل لا يفهمون شيئا ولا يفقهون. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله بأن تعظم النبي حق التعظيم، فيتأثر الغير فيعظم النبي على تعظيمك أنت مما يرى منك توقيرا وتعظيما للسلام فيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما بألوان التشريف أو قبل الختام، لأن الله أيضا إمعانا وزيادة في تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وإمعانا في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا، بأن الله يعني جعل من تحبب إلى من كره رسول الله أو كره شريعته أنه لا يكون مؤمنا بحال الأحوال. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الله تعالى كذلك وبينهم لو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم. أختم ألوان الشرف التي يعني قد بينها المصنف في تشريف الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو الأمر في كتابه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بالنبي يوم القيامة وأسعد الناس بشفاعة السلام يوم القيامة وأكثرهم صلاة عليه. والله هذا من الرد الجازم على من ينتقص من قدر الإنسان. لو أنت أكثرت من الصلاة على الإنسان فقد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا إيش صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك لما قام جبريل على المنبر بالدرجات الثلاثة قال قل أمين، فالأخرى قال أبعد الله قل أمين، قال أمين. فلما سألوه عن ذلك أجاب بواحدة من هذه الثلاث، قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله فقل أمين. قلت أمين. في رواية رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قال أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. لذلك سجد لله شكرا عندما من الله عليه بهذه المنة العظيمة دلالة على عظمته. أرأيتم نبيا قد كانت له هذه الحظوة عند الله جل وعلا، فيأمر البشر جميعا إذا صلى عليه أحد أن يصلي الله جل وعلا مرة واحدة، أن يصلي الله جل وعلا بها عليه عشرة، إلا هذا الرسول الكريم النبي الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوحى الله إلي من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وكل قال صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها 100 إلى آخر الروايات. بعض الروايات فيها بعض الضعف لكن هذه الرواية صحيحة. سيدا لله شكرا على هذه النعمة العظيمة، من صلى أبشر من صلى عليك مرة صلى الله بها عليه عشرة، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المواطن التي يجدر بالمرء أن يكثر من الصلاة عليه وسلم فيها، أول هذه المواطن الصلاة التي هي أعظم أركان الدين، فالصلاة أعظم أركان الدين، فإن الله جل وعلا قد أمر بالصلاة على نبينا فيها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد، عندما قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى محمد الآخر، هذه الصلاة الإبراهيمية. وأيضا من المواطن العظيمة التي فيها الصلاة عليه وسلم وتكون واجبة من صلاة الجنازة، صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية كما بين ابن عباس وابن عباس، لأنها التكبيرة الثانية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القنوت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام فقامت كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر المخطوب عن ذلك وأمر أبي أن يفعل ذلك. وأيضا في الدعاء فكما قال علي بن أبي طالب، هذا إن شاء الله سيأتي تفصيلا الآن إجمالا أذكر الإخوة، يأتي تفصيلا بإذن الله. قال علي بن أبي طالب قال الدعاء مرهون بين السماء أو منوط أو موقوف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله جل في أولاد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا الرجل لم يأخذ السبب عندما دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لم يثني ما أثنى على الله جل وعلا خير الثناء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الجمعة بالجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة الجمعة بالجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. استنى في كلام لكن له شواهد كثيرة. أيضا من الصلاة عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد. الدلالة واضحة جدا أنك متصل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم المنة علينا بأن الله جل وعلا قد شرف هذه الأمة أيما تشريف عندما اختار لها أشرف الرسل وأكرم الرسل وأعظم الرسل مكانة. أختم بما بدأت به من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرع أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة وخطبة الحاجة عند الزواج، يعني حتى عندما تفتتح بيتا مسلما لابد لك في خطبة الحاجة قبل الخطبة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياتك بأسرها أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.